هذا فيه حتى هو هذا البياس اللي بغاه دابا دابا 70 درهم عوض 100 درهم 70 درهم السلام عليكم متابعين القناه، كديرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. على كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنمشيو جميعين نحضروا الافتتاح اللي ان شاء الله كاين في ان زكان بالضبط في سوق الحريه. نتوما ان شاء الله راني صورت معكم الطريق، غادي ندخلوا ان شاء الله من باب 10 ومنها غنوريكم الطريق فين بالضبط حتى وبالنسبه للمحل غتلقاو عنده منتجات صينيه بثمن ديال التقسيط وثمن الجمله. هانتوما شوفوا هنايا ما شاء الله سوق الحريه كيولا صراحه، واحد الساحه اللي زوينه ومي معاك تدخلوا مع شهر مع باب 10 كتجيو لهاد الساحه كتبان لكم رواق هدايه، غطلعوا مع الدروج ايفو غطلعوا غيبان لكم المحل على لي من ديالكم. ها هو راه اورانج يعني باين ما عندكم فين تلفوا. غوانزو ماروك لي ما شاء الله عنده دي برودوي لي زوينين بزاف، مشينا لقينا ما شاء الله ناس كثار ومشينا بالحضور ديال صاحبتي غزاله بيوتي واليوتيوبرز حياة باي فاتي حياة ام فاتي لي ما شاء الله حتى هي التعامل ديالها زوين، حتى هي تتشارك معكم الاغلبيه ديال المحلات الجديد اي حاجه اللي تقدر هكا تنفعكم. وقبل ما ننسى نوصلوا حتى لهنايا ما تنساوش تخليوا ليا واحد جيم، تخليوا لي كومونتير زوين باش هكا تحفزوني انني نبقى ديما نصور لكم الجديد، تخفيضات عروض اي حاجه اللي تقدر تنفعكم. وكما كنقول لكم ديما اي ملاحظه اي تساؤل خليو لي في لي كومونتير راني كنجاوب الناس كاملين. وهنا شوفوا بلي برودوي اللي كاينين في هذا المحل هي هاد الاله العجيبه اللي كدير لكم مساج. هانتوما هي صافي غزاله جربتها عرفتوا كدير لكم واحد المساج زوين خصوصا هكا الناس اللي كيضرهم عنقهم الظهر، مهم صراحه زوينه بزاف. وانتوما كتحكموا في طريقه المساج ديالها يعني كاينين فيها بزاف ديال لي بوطون وتقدوها كديروها في الظهر حتى هي الناس اللي كيضرهم ظهرهم الناس اللي كيضرهم عنقهم. هانتوما شوفوا الطريقه باش كتخدم صراحه كدير مساج زوين مريح. الثمن ديالها داير 240 درهم واقيلا ما خفت نكذب. هذا بالنسبه للكريم ديال باش كيتسيروا لي زيسباد غي بيضين ولا سبيبطات بيضين. هذا ماسك ديال لي فخوي ديال الوجه كديروا فيه لي فخوي باش هكا كيعطيكم ماسك ناتوريل لوجهكم، الثمن ديالو 520 درهم. صراحه هذا خصوصا كيخدموا به صحاب المحلات زوين بزاف. هنا كاينين هاد لي لامب لي بتي لامب صراحه حتى هما زوينين. عنده حتى الصماطي ديال الكرز ان شاء الله غنشاركها معكم. عنده صابونه العجيبه صابونه ديال الشعر اللي كتحيد الشيب ان شاء الله غنشاركها معكم. عنده هنا حتى الفلتر هانتوما هذا داير 500 درهم فوالا حتى هو راه كلشي كيف ما قلت لكم لي برودوي ديال الشينوا. كاينه هكا دشطبه دغيا صغيره، كاينه الكوله ديال الشقاقي وديال السطاح ولا في اي بلاصه صراحه الكوله حتى هي بخاتيك زوينه. كاين عندهم الباور بانك، كاين عندهم هنا هاد الشورت اللي كيجمع هكا لطاي ديال البنت، كاين هنا فين كنديرو بابي جيني، كاين تيو، كاين هادوك ديال الطوموبيلات ما شاء الله كلشي كلشي كاين. كاين عندهم تصويرات ديال ديجاكتور. فوالا ها هي هادي هي الصابونه العجيبه دايره 60 درهم. وهنا غنشارك معكم الصمطه ديال الكرش فوالا هي راه صاحبتي غزلان غادي تجربها باش تشوفوا قدام يعني تشوفوا بعينيكم كيفاش كتجي لها لبسوها، راه كتجمع الكرش الفوق من الفوق ومن التحت. هانتوما راه ديجا درت السته الاولى ومن موراها غتزيد هاد التحتانيه باش كتجمع الكرش، عاد موراها الصمطه الثالثه اللي كتفيني اللي كتفيني الدره. هانتوما شوفوا ما شاء الله المحل راه عامر يعني كيف ما قلت لكم اي حاجه بغيتو غتلقاوها هنا. عنده لي ساك، عنده بزاف ديال الحوايج ان شاء الله راني حاولت نصور لكم شويه شويه من كل شيء بحال ديما باش يكون عندكم هكا فكره على لي برودوي اللي عنده. عنده هكا لي برودوي ديال التبييض، تبييض الاسنان، ليدين، لي زيسيل،
مهم ما شاء الله عنده دي برودوي كتير. مهم نقول لكم فرجة ممتعة ممتعة، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا كاع الجديد ولي برودوي اللي كاينين في محل وانزو ماروك. دونك نقول لكم فرجة ممتعة، والسلام عليكم في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.